السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وفي صحة وبركة دايما. أول حلقة لينا النهاردة من حلقات رمضان، لما كنت عملت استفتاء على المنتدى بتاع القناة وسألت الحلقات بتاعتنا في رمضان تبقى شورتس كده وتبقى ثواني بس، ولا نخليها زي حلقاتنا الطبيعية المدة بتاعتها من 5 دقايق لتمن دقايق كده أو أكتر. انتوا اللي طلبتوا انها تبقى في المدة الطبيعية. ان شاء الله تكون حلقات مفيدة، وننزل حلقات مثلا بمعدل حلقتين في الأسبوع في مواعيدنا، وإن شاء الله تكون كويسة زي البرنامج بتاع السنة اللي فاتت، كان مفيد جدا. لو تحبوا ترجعوا لحلقاته، برنامج صحتك والصيام عملته في رمضان السنة اللي فاتت، وبتكلم عن كل مرض معين ووضع إيه في الصيام، وهل الصيام خطر عليه ولا لأ، وإمتى يصوم وإمتى يفطر. لو رجعتوا لها إن شاء الله لو مكنتوش متابعين هتستفادوا منها بإذن الله. هنتعلم مع بعض النهاردة قراية فيتامين من أهم الفيتامينات في جسمنا، واللي احنا بنعتبره أصلاً هرمون مش مجرد فيتامين وبس، واللي احنا طالعين اغلبنا عنده نقص منه من نقص الشمس في الشتاء، كله طالع عنده نقص فيتامين د. فيتامين د دلوقتي الناس بقى عندها وعي بالاعراض بتاعت نقصه، واغلب الناس بتحلله من غير اصلا ما الدكتور يبقى طالبه، دي حاجة كويسة جدا. دلوقتي لما الناس بتعمل التحليل، وطبعا احنا متفقين التحليل ملوش شروط معينة، بس مجرد ان انا بحس باعراض نقصه لازم احلل كده اشوف النسبه بتاعتي اخبارها ايه، عشان في نقص واضح يبقى لازم اخد مكمل يحتوي عليه واكتر من الطعام اللي فيه فيتامين د. اعراض نقصه كتير جدا. نقص فيتامين د ممكن يسبب اكتئاب، ممكن يسبب زياده في الوزن وما نبقاش عارفين ان هي بسبب نقص فيتامين د، بيسبب وجع في العظم وتلاقيني مش مستحمله كده حتى لمس. يسبب ايه كمان فيتامين د غير انه له علاقه بمعدل الحرق وصحه العظام وكده، وانه ممكن نقصه يسبب اكتئاب. ده ممكن بيأثر على جسمي في اغلب الانشطه الحيويه، يخليني لو في نقص احس بارهاق واحس بتعب دايم، ابقى عايزه انام كده او في خمول شويه. فمهم جدا ان انا احلل اطمن على نسبته، خصوصا لو الاعراض عندي، خصوصا لو الاعراض دي كلها موجوده. وفي ناس كتير بتحلله وما بتعرفش تقرا التقرير بتاعها لحد ما نروح للدكتور زي ما اتفقنا، او لو انا حتى بعمله لنفسي. عايزين نبقى متعلمين اقرا ازاي، ايه الكلام اللي بيبقى مكتوب في المعدل الطبيعي، الكلام الكتير ده. طب هو انا عندي نقص شديد ولا نص نص، ولا اصلا النسبه بتاعتي طبيعيه او معقوله وكويسه ومانيش محتاجه اخد مكمل فيه فيتامين د؟ طب هل نسبتي اصلا تبقى ممكن تبقى زايده قوي وخطر اصلا عليا، زايده لحد كام؟ خلونا نتعلم مع بعض النهاردة قراية تحليل فيتامين د وبأسهل طريقة زي ما تعودنا. يلا بينا. تعالوا كده نشوف مع بعض نتيجة تقرير زي ده كده قدامنا. حالة كانت عاملة فيتامين د وبيبقى مكتوب كده، يعني المعامل تبقى كاتباه 25 او اتش فيتامين د، ده اللي هو اغلب الحالات بتعمله. الفورمة التانية اللي هي 1 و25 دي اغلب الحالات اللي بيبقى عندها مشكلة في الكلى، مثلا دكتور شكك ان في مشكلة في الكلى او كده. انما في العموم فيتامين د الفورمة بتاعتها الشائعة يعني واللي بتطلب مننا دايما في المعامل هتلاقيها بالشكل ده كده، دي غالبا يبقوا كاتبينها. لو كاتبينها بالفورم مش كاتبين يعني بالصوره بتاعتها اللي موجوده عليها فيتامين د، لو مش كاتبها فيتامين د بس هتلاقي المعمل كاتبها كده 25 او اتش فيتامين د. دلوقتي النورمال رينج بيبقى مكتوب على ايدينا اليمين زي ما احنا متفقين، والريزلت الرقم اللي بيبقى في النص كده. الحاله طالعه 6.5 واحنا كاتبين في المعمل جنبها ان هي لو قليله، طبعا 6.5 نانو جرام لكل ملي، دي وحده القياس. المعدل الطبيعي كده مكتوب بقى فيها كلام كتير، تعالوا نقارن النتيجه بتاعتنا زي ما تعودنا بالمعدل الطبيعي وايه معنى الكلام الكتير وكذا سطر اللي مكتوبين دول. بيقول لي هنا في معملنا وفي اغلب المعامل على فكره النورمال رينج بتاع فيتامين د في اغلب المعامل هتلاقيه 1. بيقول لي طول ما انت اقل من 20 نانو جرام لكل ملي، لو النتيجه بتاعتك اقل من 20 النتيجه بتبقى ديفيشينت، يعني ايه؟ فيها نقص، فيها نقص واضح جدا انها ناقصه قوي.
الرقم اللي بعده رينج بقى من بعد ال20 او ال20 لحد 29 نانو جرام لكل ملي، بتبقى انسفيشنت، يعني ايه؟ غير كافيه، هي تبقى قليله برضه. عارفين الفرق ايه؟ ان في حاجه اسمها يبقى ناقص، واضح قوي ان هو ناقص جدا، وفي حاجه اسمها غير كافي. غير كافي دي اللي هي الانسفيشنت، قليله برضه، بس اللي هي مش النقص الخطر بقى اللي احنا بنقول عليه، اللي هو لا ده واضح جدا نسبة قليلة قوي. وهتلاقي دايما الحالات دي واضح عليها ممكن كل الأعراض بتاعت النقص، اللي هي الحالات اللي بيبقى فيها الرقم بتاعها في الرينج بتاع الديفيشنسي، اللي هو هنا في معملنا أقل من 20، طول ما الرقم أقل من 20، اللي هو زي نتيجتنا كده، زي الحالة اللي في إيدي دي اللي أنا تابعة لها الريبورت دي، والنتيجة بتاعتها طالعة 6.5. 6 ده قليل قوي، دي محتاجة في أقرب وقت لازم تاخد العلاج بتاعها فيتامين د المكثف، يعني كورس كامل وبنسبة عالية، تاخد العلاج 4000 انترناشنال يونت مثلا، تمام، او 5000 وحدة دولية، يعني اقل حاجة الدكتور هيكتب لها العلاج. من 20-29 insufficient زي ما احنا اتفقنا، اللي هي غير كافية، دي نسبة مش مرضية برضو للدكاترة، طول ما انا من 20-29 قليل، بس زي ما بقول لكم كده مبقاش ايه، مبقاش عليها كل الاعراض، ما بتبقاش ايه، يعتبر الرقم واقع قوي زي ما نقول في الرينج بتاع الديفشنسي كده، اللي هو نقص جديد يعني. وفي بقى الرينج بتاع من 30 لحد 100، طول ما انا الرقم بتاعي من 30 ل 100، يعني نتيجتي كانت تبقى طالعه مثلا 35 38 40 كده، تبقى النسبه كويسه سفشنس، يعني ايه زي في التحاليل التانية ما احنا بنقول نورمال مثلا، طبيعيه، او زي ما نقول ان كده ما فيش مشكله، او مش محتاجين علاج، مش محتاجين مكمل يكون بيحتوي على فيتامين د، ما نقلقش خلاص لو احنا ما بناكلش مثلا كميه كبيره من طعام بيحتوي على فيتامين د، عشان خلاص هو اكيد كده الجسم ما فيش فيه نقص، اكيد انا اصلا باكل حاجات فيها فيتامين د كويس، بتعرض للشمس كويس، فعشان كده نسبتي طالعه في الرينج بتاع السفشنت، النسبه الكافيه. اعلى من 100 بقى، شوفوا بقى زي ما احنا متفقين في حاجات كتير، زي ما نقصها خطر، ارتفاعها خطر، في فيتامينات لها توكسيستي، لها سميه، النسبه بتاعتها بتبقى عاليه قوي، خصوصا هنا اعلى من 100، لا كده بيقول لي دي كده يبقى في بوتنشال ريسك، يبقى في خطر قوي. فيتامين د له سميه، له توكسيستي، يعني له رينج معين كده تخطاه والتركيز بتاعه زاد في الدم عن النسبه دي، هيبقى خطر، هيبقى خلاص ما ينفعش غلط بالنسبه للحاله ان هي تعدي ال 100، عشان كده كاتب بوتنشال ريسك على اي نسبه تبقى اعلى من 100، مش عايزينها تبقى اقل من 100، تمام. كل حاجه لها رينج كده معين في الدم، معدل طبيعي، ولا ينفع تقل عنه ولا ينفع تزيد برضه. يعني لما احنا جينا عملنا حلقات عن انزيمات الكبد ووظايف الكلى وتعلمنا قراية الدهون، على فكرة حتى الدهون والكوليسترول وكده مش عايزينه يبقى قليل، اقل من المعدل الطبيعي قوي، ومش عايزين نبقى نسبته قليلة، لانه له فوائد وله اهمية كبيرة في الجسم، مش عايزينه يبقى قليل في الدم، عايزينه يبقى في المعدل الطبيعي بس ما يبقاش قليل قوي برضه. كل حاجة كده سبحان الله لها رينج كده المفروض تبقى موجودة في الدم، ولا اقل ولا ازيد. يا رب تكون الحلقة كانت واضحة، تكونوا استفدتوا منها، الدنيا وضحت شوية كده في قراية فيتامين د، لأن في ناس كتير ما بتعرفش تقراه، تطمن مبدئيا كده لحد ما الدكتور اللي طالبه منها تروح له بالتحليل، أو لحد ما هي تكون بتطمن على نفسها مثلا وعايزة تشوف النتيجة بتاعتها والمعمل ما قالهاش طب النتيجة كده كويسة ولا لأ، حد عايز يفهم يكون النورمال ده معناه ايه، ايه الأرقام الكتير اللي بتبقى مكتوبة دي. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه، ولو عجبتك الحلقه لايك وشير، ولو اول مره تتابعنا اشترك في القناه عشان يوصلك كل حلقاتي، كل حلقات شرح التحاليل الطبيه والكلام عن امراض كتير واعراضها وقرايه التحاليل زي حلقه النهارده كده. سلام عليكم.